تعال نروح بقى الأسئلة. محضر يلا لنا بينا. كده فريق الإعداد محضر لنا بعض الأسئلة. إيشو هو خليفة أيمن حفني في الزمالك؟ شوف ايشو، انا مرنته السنه اللي فاتت في فريق 2003، من اللعيبه الكويسه قوي قوي قوي، ومن اللعيبه القديمه يعني لعيبه الكوره المحترمه ولعيبه الكوره الكويسه جدا، وكمان اخلاقيا كمان، ودي مهمه جدا انه اخلاقيا على احسن مستوى، احسن حاجه. فاتمنى ان شاء الله ان انا الاقيه خليفه ايمن حفني. ايمن حفني من اللعيبه طبعا الكبيره جدا اللي مروا على نادي الزمالك، فاتمنى ان شاء الله ان ايشو يبقى خليفه ايمن حفني ان شاء الله. نروح للسؤال اللي بعده. مدربو الزمالك يستحقون التواجد اكثر من ذلك في تدريب المنتخبات؟ نعم نعم ام لا؟ نعم طبعا، لان احنا بقى لنا فتره كبيره جدا ما فيش تواجد لمدربين نادي الزمالك، حتى لو متواجدين مش متواجدين في على راس القوائم الفنيه في منتخبات الناشئين. اتمنى ان شاء الله باذن الله المرحله اللي جايه يبقى في تواجد لمدربين الزمالك، وده يستحقوه يعني. تعال نروح للسؤال اللي بعد كده. حتى الان لم احصل على فرصتي الحقيقيه في التدريب. لا الحقيقه يعني انا بحاول بجتهد ان اعمل احسن حاجه، يمكن لسه الامور ما خدتش الفرقه اللي ممكن تصيطني زي ما بيقولوا، كنت باخد فرق بجتهد معاهم وبتعب معاهم، واتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى في الفتره اللي جايه يبقى لنا فرصه افضل من الفرص اللي صح، احنا بناخدها. فكر كبير قوي يا كابتن. الحمد لله ده هيحصل ان شاء الله ان شاء لسه الله. الحلو لسه ما جاش في حته يلا بينا. شوف السؤال اللي بعد كده. فيتوريا افضل مدرب اجنبي تولى تدريب منتخب مصر؟ شيلوا مدربين دي خليها مدرب. اخر 10 سنين يعني اخر 10 سنين يمكن فيتوريا من المدربين لما جم سابوا بصمتهم على طول، يمكن زي ما بنقول في لغه الكوره هو بهت على الفرقه على طول. اكبر اللعيبه ان هو يلعب بالطريقه بتاعته، طريقته سلسه في النواحي الدفاعيه وفي النواحي الهجوميه، بيلعب باربعه ثلاثه ثلاثه، الاثنين اللي هم في نص الملعب بيشتغلوا ثمانيه، دول بيشتغلوا برضو جوه ال 18. فيعني طور من اداء اللعيبه، في التزام من اللعيبه، في يعني زي ما بيقولوا ماسك هو الملعب، بيتحكم زي ما هو عايز في الفرقه طول المباراه. فانا شايف ان هو من اخر 10 سنين هو افضل مدرب اجنبي جه يدرب منتخب مصر. تعال نروح للسؤال بعد كده. علقت اكسجين بعد مباراه الزمالك والبن الاثيوبي في دوري ابطال افريقيا. صحيح. ده حصل؟ صحيح. كنت فين يا كابتن؟ المباراه كانت في اثيوبيا. كنت بتتفرج فين ساعتها؟ لا ده انا كنت بلعب. لما كنت بتلعب البن الاثيوبي. كان المباراه الاولى أنا كانت كابتن هنا. صبري بيتفرج. لا هتخلصوا على الكابتن يا جدعان. لا كنا وانت بتلعب. المباراه الاولى هنا كنا تعادلنا 0-0. وكانت دي تقريبا في الادوار الاولى من بطوله افريقيا، وكانت فرقه كبيره جدا يعني، فرقه كويسه جدا جدا ومهاريا على اعلى مستوى. لما رحنا المباراه هناك كانت صعبه جدا جدا جدا. يمكن كانت المباراه دي شهدت بدايات ميدو لعب معانا المباراه دي، لعب ربع ساعه بالظبط يعني، لعب ربع ساعه في الشوط الاولاني وطلع، لان كانت نسبه الاكسجين عاليه جدا جدا، ما كانش فيه نفس. وكان المباراه دي احنا كنا مطالبين ان احنا مش معقوله هنخسر ونخرج من البطوله في الادوار الاولى. فبذلنا مجهود كبير جدا في المباراه، وبعد المباراه ما خلصت كان المفروض ان احنا رايحين عند السفير، وانا نازل من الاوتيل وقعت على وشي. يمكن عبد الواحد السيد واحمد عبد الله كانوا موجودين، كانت الامور كان عندي نقص في كبير جدا في الاكسجين، وقعدت حوالي يومين. وكان الدكتور ممدوح مصباح هو اللي اصر ان انا كانوا ما كانوش عايزين يطلعوا لي الطياره نرجع للقاهره، كان عندي مشكله في التنفس، فاخدت انبوبه اكسجين. والدكتور ممدوح مصباح كان في الوقت ده هو اللي كتب تعهد على نفسه ان انا اطلع الطياره، ونزلت من الطياره في مطار القاهره، كان برضو مستنيني عربيه الاسعاف، علشان طلعت على مستشفى قريبه من مصر الجديده قعدت فيها بتاع 4 أيام أو 5 أيام. ده اصعب موقف عدى عليك؟ ده اصعب موقف يعني كان مريت بصعب فتره صعبه جدا، كان في عدم اتزان وكان في نقص اكسجين، فكان يعني ما كنتش حاسس لمده 4 أيام في انا فين وبعمل ايه، ما كانش فيه، كانت دي اصعب حاجه يعني.